السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا فكرة بسيطة جدا، إزاي تحفظي الحاجة وتخزنيها بطريقة مظبوطة وصحية بدون ما تكلفك ماديا ولا مكان ولا أي شيء خالص، حتى التنظيف بتاعها سهل جدا. الحقيقة أنا معايا النهاردة أزايز العصير اللي انتوا شايفينها دي. أنا بقالي فترة طويلة مجربة الموضوع ده وماشي عليه بقالي حوالي سنة. الإزاز عموما مثالي جدا في التخزين، عندي مطبخي حر جدا وما عنديش مساحة كافية في الدولاب ان انا اخزن فيها حاجة زي كده، فبالتالي جبت ستاند وحطيت فيه الأزايز دي عشان اعملها حاجة تكون شكلها شيك ومنظم وفي نفس الوقت تحفظ البقول عندي لا سوس ولا ريحة مش كويسة ولا بيجرى لها اي حاجة خالص، وممكن تقعد معاكي في الحر فترة طويلة جدا. طيب دي كانت فايدة ان انت تستخدمي ازازة او تعيدي تدويرها في حاجة نافعة او كويسة في البيت بدل ما ترمي ازازة العصير دي. في حاجة تانية فايدة كبيرة جدا الموضوع ده كمان، ان انا مثلا بجيب كيلو مكرونة، بفتح الكيس، بجيب الكيس اللي هو كيلو حجم كيلو، بفتح الكيس بستخدم نصه، النص التاني او الدفن مهما حطيتيه في اكياس، مهما حطيتيه في الضلفة هيعمل لك دبكة، هيعمل منظر مش كويس، فبالتالي انت لازم تتخلصي من كل الكركبة اللي عندك. فانا لما بستعمل الكيس الكيلو بسيب النص كيلو في حاجة زي دي كده، خلاص شكلها منظم، وهنا الفوهة بتاعتها كمان اوسع من التانية، تقدري تنظمي فيها كل البقوليات اللي انت تحبيها. عندك النوع ده من الأزايز اللي هي الحلق بتاعها واسع جدا زي ما احنا شايفين زي أزايز اللبن، عندك دي أزايز عصير، في نوع تالت كمان بنفس الفوهة اللي هي دي اهي، ممكن تحط فيه العدس او الفول او البقول او الشعرية، لسان عصفور ده كمان حاجة تالتة او رابعة انا حطاها فيها، ده اللي هو الشيبس او الكريسب. دي كانت الفكرة كتخزين، قلتلك على فوائدها وقلتلك ازاي بتنظم لك المكان، وقلت كمان ان الازاز مثالي جدا في التخزين، مش زي البلاستيك ومش زي اي حاجة. وبدل ما تهدري فلوسك او تصرفيها في منظمات او علب بلاستيك، مع مرور الوقت هتطلع لك ريحة مع البقوليات او هتسوس فيها الحاجة، يبقى الازاز اكتر حاجة هتحافظ عندك على الحاجة دي، وحاجة متوفرة وحاجة انت بترميها. واحنا داخلين كمان على رمضان كل سنة وانتم طيبين، فازايز العصير دي بتتوفر معانا بكمية رهيبة، فانا حبيت انزل بالفيديو ده في الوقت ده تحديدا علشان اللي يكون عنده ازازة في البيت ما يرميهاش ويحتفظ بيها. بس انا حابة ان انا زينها وزينها بخامة بسيطة جدا زي الخيش. كل اللي انا بعمله هحط عليها الخيش من هنا كده وهلزق من ورا. بس وانتي بتلزقي الشمع ياريت تحرصي كل الحرص ان ايدك ما تلتلسعش، لان هو مفرغ، فصعب جدا ان انتي تحكميه. يعني مثلا نحط ده كده وثبتي بحاجة زي مقص كده، وبعد كده حط الطرف التاني عليها. اهو الشراشيب ده بقى بتتعمل ازاي. انا بجيب طرف واحدة كده بخرجها وبشد اهي، بتعمل معايا الشراشيب ده من تحت كده. اما التزيين اللي انا حطاه اللي هو الحاجات اللي عاملة زي الفاكهة دي، ده كان علقات كنت انا شارياها للمطبخ، علقات اللي هي بتلزق على الحيطة، يعني كان اللزق بتاعها باظ، والحقيقة ان انا جبت لها لزق دبل، وللأسف التجربة بقت بالفشل ووقعت تاني، فانا قلت بدل ما ارميها، وهي بصراحة شكلها ظريف وعجبني، انا هحطها كديكور على الازازة من قدام كده، بحيث ان هي تناسب ديكور المطبخ اهو. وده كده كان الشكل بتاع الازازة. بسم الله، كده احنا اتخلصنا من كركبة الاكياس. خلونا بقى نفكر هنتخلص من كركبة الأزايز البلاستيك ازاي. ده طقم سبق وانا عملته في القناة، عملته ودهنته باللاكيه، لا تأثر معايا من المية ولا من السلك ولا من المية السخنة ولا من اي شيء خالص. ما شاء الله عاملاه بقالي اكتر من 4 شهور دلوقتي او 5، وزي ما انتوا شايفين الأزايز لسه محتفظة بشكلها
وبلونها ومفيش اي مشكلة فيها خالص. بس كانت بتقابلني مشكلة واحدة، ان الازايز دي اللي انا عاملاها هي دي كانت ازايز عصير برضو، ما كانتش بتاخد كل كمية اللتر بتاع الزيت اللي في الازازة البلاستيك. وحتى لو انت اشتريتيها من بره جاهزة وجبتيها الشغل الجاهز اللي هو شكله شيك دلوقتي ونازل في منتجات تركية او منتجات ايكيا، هتلاقيها اقل من دي في الحجم كمان، ومش هتاخد نفس كمية الزيت اللي انت عايز تحطها فيها. كان عندي الطقم ده كنت شارياه بحوالي 7.5 جنيه القطعتين دول، بس كان البرطمان بتاعهم هو الحجم ده، مش الحجم الطويل بتاع البرطمان ده خالص. ده كان برطمان صلصة عندي، انا بشتري الصلصة بنوع معين بجيبه بالحجم الكبير ده. خدت عملت زي نظام تبديل او توفيق، خدت البرطمانات الكبيرة بتاعت الصلصة واستغنيت عن الغطا بتاعها، وحطيت الزيت والخل بالمية بتاعت اللتر الزيت او لتر الخل بيجي في الازازة دي زائد البرطمان ده. طبعا تنظيمهم وترتيبهم في المطبخ انا عامله لهم قواعد معينة، وعامله لهم ستايل تاني خالص ان شاء الله هنشوفه في ترتيب المطبخ في دخول رمضان بإذن الله رب العالمين. طيب انا كان عندي برضو من نفس طقم البهارات ده بالشكل ده كده، الغطيان كده، فانا حبيت ان انا اعملها طقم معاها وتاخد معايا كمية محترمة من الملح المبهر. انا مش عارفة اذا كانت الكاميرا جايبالك الحجم الطبيعي بتاع البرطمان ده او لا، بس هو تخيلي هو ده قد يعني اكبر منه بقد ايه اهو، تخيلي الفرق واضح ما بين الاتنين حتى في الطول وفي الاستدارة كمان. وعملت كمان من الغطا التاني واحد للملح بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت طقم بحاجات بسيطة جدا وبتكلفة ما يعني ايه لا تذكر. ارجو ان الفيديو النهاردة يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش من صالح دعائكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.